بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أحبتي الكرام ولقاء جديد وبرنامجكم دين حياة. في الحقيقة حديث هذا اللقاء الحديث في هذا اللقاء عن آية يعني أقامتني في حيرة كاملة، آية جعلتني حائر، وهي التي يقول فيها عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك. كيف يحسن العبد إلى الإله المحسن وهو صاحب الإحسان وهو المتفضل سبحانه وتعالى على العبد بأن وفقه إلى الإحسان ورزقه الإحسان؟ الآية تقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. الآية دي يا أحباب يعني استوقفتني وأقامتني في مقام الحيرة. كيف يحسن العبد المحدود الرق المملوك لسيده ومولاه جل في علاه؟ وكلمة كما أحسن الله إليك، من ذا الذي يستطيع أن يحسن إلى الله؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يوفي الله شكرا على نعمة واحدة؟ مين في الكون كله يستطيع أن يشكر الله عز وجل على فضله تعالى عليه في النعمة الواحدة؟ وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مين ده؟ وقف سيدنا داود نبي الله عليه السلام وحار في هذه المسألة، حيث قال: ربي سبحانك تباركت في علاك، كيف أشكرك؟ والشكر نعمة منك. إذا كان الشكر يعني كل الإنسان يقابل نعم الله أو النعمة من الله بشكر الله عليها، الشكر في حد ذاته على النعمة شكر. فقال عليه السلام: ربي سبحانك تباركت في علاك، كيف؟ هنا سؤال للاستدلال وقابل للتعجب أيضا. كيف أشكرك؟ والشكر نعمة منك، تستوجب الشكر، لأن أي نعمة الحق سبحانه وتعالى ينعم بها على العبد تستوجب من العبد الشكر. طب الشكر بقى الله لما يقيم العبد في النعمة، أي يقيمه في نعمة وفضل بأي مظهر بأي شكل من الأشكال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وخلي بالنا قال: وإن تعدوا نعمة الله، أي الفضل الإلهي المتعدد اللامتناهي في النعمة الواحدة. الله لم يقل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعم الله جمع نعمة، وإنما قال: وإن تعدوا نعمة الله، أي الفضل الإلهي المتعدد في النعمة الواحدة لا تحصوها، ده في النعمة الواحدة. فحينما وقف حائرا عاجزا متسائلا نبي الله عليه السلام سيدنا داود بين يدي ربه سائلا: ربي كيف أشكرك؟ والشكر نعمة منك تستوجب الشكر. هنا أقر عليه السلام بالعجز عن شكر الله عز وجل، أقر بعجزه على أن يشكر الله على نعمة الشكر على أثر النعمة. فلما أقر بعجزه، يعني هنا في إقرار بعجز حضرته وإقرار عاجز على أن يوفي الحق حق شكره فيما أنعم الله تعالى به عليه، بل في نعمة الشكر التي منحه الله تعالى إياها. فأوحى إلي عز وجل على أثر إقراره عليه السلام بعجزه وتقصيره عن شكر الله على نعمة التوفيق إلى الشكر، فأوحى إليه سبحانه وتعالى: يا داود
الآن قد شكرتني. يبقى هنا الإقرار بالعجز والتقصير عن استيفاء شكر الله عز وجل على نعمة واحدة، هذا الإقرار يجعل العبد ويقيم العبد في حال الشكر لله عز وجل. طيب نرجع للآية الكريمة، وأحسن كما أحسن الله إليك. إحسان الحق احنا ذكرنا في حلقات سابقة يعني مظاهر الإحسان الإلهي لا أول لها ولا آخر ولا حد لها ولا منتهى. ده الله محسن إليك مع كل نفس أنت بتتنفسه دون ألم ودون معاناة، ده نعمة بيقيمك في نعمة وفضل يعني وإحسان منه. كونه أن تقوم من نومك وتجد الجوارح بتاعتك يعني محفوظة بحفظ الله، أدواتك شغالة، العين تبصر والأذن تسمع والأنف تشم واللسان ينطق والجوارح تتحرك، ده إحسان من الله. كونك أنك تستيقظ من نومك أنت تقام في نعمة الحياة من جديد، ده إحسان ليك من الله. يعني مظاهر الإحسان الإلهي والفضل الإلهي ملوش حد يا أحباب ولا منتهى. طيب الله طالبنا، طالبنا الحق عز وجل أن نحسن كما أحسن إلينا، والآية صريحة واحسن كما أحسن الله إليك. طيب يبقى هنا إيه؟ هنقول على قدر مفهومنا، أي نحسن في عبادتنا لله عز وجل بإيه؟ بالإخلاص في العبادة، نحسن بالصدق في العبادة، نحسن بأن نقبل على الله عز وجل بدفع الحب الخالص في العبادة، نحسن بتنزيه الوجهة لله في حال إقبالنا على الله عز وجل. نحسن إلى خلق الله، نحسن إلى خلق الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا احنا نعجز تماما على ان نوفي الله عز وجل او ان شكر على نعمة او ان نحسن الى الله، والاحسان فضل منه ومنحة منه كما ذكرنا، ولكن نحن مطالبون من الله ان نحسن في عبادتنا، اي نخلص وجهتنا لله. يعني ايه؟ نقبل عليه عز وجل اقبال اهل التنزيه، يعني اقبال متجرد خالي من العلل، اعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحسن الى خلق الله اكراما لكونهم صنعة الله، لان اللي صنعهم الله ونسبتهم الى الله فهم خلق الله وهم عباد الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل الاحسان في عبادة الله تعالى والاقبال عليه، والاحسان إلى خلق الله إكراما لكونهم صنعة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.